ميال أركتي إلمو أنت صو صنو صبح كستكلهي صبح كستو كلهي ووالدكم حوا هاي أي أي أنتي حوا أو عضيان أو أول لبسان أو كحيان أو مشجيان أو أنت صو صنع الجوز والحلنا هذا أنا وحوي الله وصلنا صدح سنة كذي عرفكم مسح سنة قرآن وحفدي إسكب الداء ورمحاد قبنيس محاد ومضى وقتي قول له مس محاد الماء وقتي قول له مس محاد يهيسي واحد قادنيس محاد كو قادنيس وحاسو سؤالة وحد أنك ويدينا وسؤالة إلى هرتيس كويال يا وسؤالة إلى هرتيس كويال هذا ما كفى كتن إلى هذا كفى كنين والدين توحن ليه لها محو هاي واجبك إن صارن إن جا صارن قرآن كإن جا صار وكان دين شيء إن جنا إن أمبرنا المهنا إن نبرنا معلمين تدين قرآن كإن أمبرنا ير وإن نكرامينه أو أينه إكرامنه أو أن شرفنه ويجرت فعلا إسكول لدينا ولبقوا أي وددوا قعنتك وهيان إن آدي آت لو سخروا المه إن غش سميان أرن كهاس وحك قروح بدن المها وحبرة المها وحبرة انتاد وحبرتان وجهد جلسان والددال جلسان كدي من وحي آت برتين امتحان كهكو قلين مستقبلك وسمستين لكن فساد واي كروبشن هي فساد واي إن لا إله هذا كي حتى الددال لها المه الددال لها أو وحبر شذو كود الددال لها وعسكوها الله ينيا قش بذيل دونتا كي سود دالي والله بهنا إنه أبال في عنه له نتيجة في عنه له مد أن سود دالي إنه جهد بحنين أيا قش للسين أيا وكف عناني بريم حاي ماني سمك كي دالي لا حتى وحوله دد محانو دالي دو وحوا با قش ما بالقوة ضبح ياي ماشى وح كبح يس مركة تيادي تعلين تكبح يس يا شو دم بس لبقى يبغى يسكسارن تاي مدكوا الحاوي يا شيخ معلمين تا إياه والدين تا وحي حتى لو أنا سينيسا تيدا كرتو سكولة دا إسلامية المها هل جيا ليري المه لجيه خاصة تمرك المها ما تاي سنديت كسمينا يان أم خوف غش بالسيا مرك غش كعسلة محون قنا يا وأزل أيدي وحلوس إذا ودري سؤال شو سحات معلمين تا المها وحيس ميا خاصة تحفيز يلا وحيس ميا المها جار المها قار كم ده أي إيميل جار جيان سد عنق إلى عنق شن مع العمل باللغة بتاع المها أيها هذا جهد اللي هو بحياة كوب كلامه ومسك ضياع العقد المها كلا لقى غالبا أيها وحلو برا هوا شو حكم كذا نحن نقرأ معلمين تحكم كذا نبيه mid dhore ku saabsan ilmaha iskoolada hal lageeyo waa sax ilmaha iskoolada hal lageeyo hadaynan diintooda dhibi gaareynin ama aynan akhlaaqdooda dhibaato ka soo gaareynin waa culum nafci leh in la bartay gaar ahaan waqtigan aan joognay nolosha daruuri bay noqotay umadu inay muxuu ahaay aqoon yeelato oo adduunyadeeda difaacato oo waxay u baahan tahay ay kaaftoonto laakiin sidaan horeba u sheegnay waxa ka horeeya dadku inay bartaan rabbiga say ku caabudaan tabaaraka wa taala oo ilmaha la baro quraanka la baro diinta la fahansiyo cibaadadkii qaabku u gudan lahaa la fahansiyo marka kadib in iskoolada la geeyo dhimala qayb kamidana inay culimo noqdaan oo diinta ku takhasusaan oo loo diyaariyo culimo loo diyaariyo oo cilmiga qaybtiisa kifaa'iga ah loo diyaariyo loo baahan ama mas'alada ku saabsan imtixaanaadka iyo qishkooda asalahan wax weey mas'aladu wax weey nabiga nuxu sallallahu alayhi wasallam xadiidka uu leeyahay man ghasha falaysa minna qishkaasi wuxuu gala ganacsiga wuxuu gala tacliinta wuxuu gala guurka wuxuu gala mucaamalaadko dhan meeshii uu qish galo diintu ma ogola wa xaraan sababtu wax weeye markuu ruuxu uu wax qisho oo uu shahaado uusan mudnayn qish ku qaato oo uu jaamacadda qish kaga baxo oo iskuulka qish kaga baxo
ليدا هذا هو إنجنير وحين أوقش كسومري أما ليدا هذا هو دكتور وحين أوقش كسوبحي بري ليدا هذا هو دكتور ومد داويني سو هاليس قرين ماي لأنه وحيو حبرتي ماه شهادو وطوابين وحيو دان محوة هاي فرسمي وحبال لغو سومري كي محوة لها هو إنجنير للها قري قولي سسودومي ماي ومد بابين ماي من تطبب ولم يعلم منه الطب فهو ضامن أو كما قال صلى الله عليه وسلم روحي نختار إسكار لغاية سواء نختار أهين أو أمد أساسا أن كود داوين يا إله داي لبكو قيستو وضمانا يا أبو نبي صلى الله عليه وسلم مركا يعني وحوي أرن كاس وأرن أباهان إن ألوغة تحدرو ويجرتا فعلا إسكول لدينا ولبكو أي ودادو قعانتكو هيان إن آدي آد لو سخيرو إلموه إني غش سميان أرن كاس وحاكا قروح بضان إلمها وحبرا إلمها وحبرا إنتاد وحبرتان وجهد قليسان ودادال قليسان كد ابن وحي آد برتين امتحان كهكو قلين مستقبلكو سميستين لكن فساد واي كروبشن إيا فساد واي إن اللي إله هذو كي حتى الددالي لها إلمي الددالي لها ووحبرشدو كو الددالي لها وحوزكوها اللينا يا قش بذلي دونتا كي سود الددالي ولو باهنا إنو أبال في عنه له نتيجة في عنه له مد أن سود الددالي لن جهد بحنين أيا قش لسينا يا وكفي عناني بريم حا إيماني سمكا كي الددالي لها حتى وحوليه دد محانو الددالي دو وحي بابا قش بابا لغو وضبح ياي ماشا وحا كبحي سمكا تيادي التعليم تاك بحيس تيادي تعلينتي وحبرشادة تيادي دي بابا عيسى وحي وحي نقول عيسى مقع ويال إيا وراق الشهاداء إيا أقوانتي وماشا كمقان مفسد وين بأمركا كجرت فساد وين أيا كجرت ولبا وارين رنتي آل الله وحما دي اسكو لدى قاركوت مقع بيكون رادنيا مقع بيكون رادنيا إيو يعني وحوي أرددها كوتي ماد iyo waalidiinta ku khald intaas oo arda anaga noo gashay heerka noo gashay waxa noo gaadhay qishba lagu maray waxa soo dhaw waa khayaano iyo qish isa saaran waa waxaas markaa waxa la fiican in laga waantoomo ilmaha wax bara ku dadaala juhdi galiya sida aadnimada wax u bara wixii aad barteen mustaqbalka ku maraan arinkaasi qishku aafa jirta way waddanka oo dhan bay ka jirtaa laakiin inaga diin baa ina qabanaysaa waddanka oo dhan ayaa qishku ka jira oo corruption ka iyo fasaadku ka jira laakiin inagu diin baan leenahay diinteena waa inay ilaan meel kasta qodobka kale muxuu ah macallimiinta ilmaha macallimiinta ee quraanka dhigay waxaan dhihi lahaa waxa dhigaysan waa ilaahay hadalkiisa ganacsima dar kama ganacsanaysan guriyana kama ganacsanaysan dhulna kama ganacsanaysan wadiifadiinu waxa dhigaysan waa ilaahay kalaamkiisa waa kalaamka ilaahayna asal ahaan loogu ma talagalin in dariiq looga dhigto adduunyo bal cidi qasad ka dhigata quraanka inuu rizq uu ka raadiyo oo niyadiisii qasadkiisu sidaa noqoto جنّد إلهي عرفته ذي المايو حديث صحيح كسوغن علم آخر لغور هذه وعلم القرآن كي السنة الروحي الدنيا غرض كلا كرّات سدا أما كرّات سداي جنّد عرفته ذي المايو أرن هالي سوا صدح الروح ما أنت قيام هذا النار تلوجوه الرسين دون لو حكم ذا قاري من القرآن كي يقاني وقارئه وحلوجوه المريي نيدا فساد سني niyadiisa waxay ahayd oo quraanka u bartay ama u barayay wuxuuga buu ku rabi hal lagu amaana li yuqala laka qari ha quraan ku yaqaana wa hafid sab'a alqiraat ku yaqaana asharadu yaqaana yaani in lagu amaano waxa ka sii dar inaad wuxuuga adduunyada ku raadsato ama magac ku raadsato ama manfaaca adduunka ku raadsato ساس تردد وح أساس معلن كقرآن كون نيده هجاتي نيده ذو هن قطه إلهي دينتي سأخدمه
قرآن كان إلهي دتك جارسي إلمهن قرآن كبر جهلك كسار قرآن كو أذيك نيادة ظهر صحناته نيادة هنا كاقلو عنه وحي الدنيا إلهي كسينة عرفها هداد باهن تودن لهين ملك لو حكاسو قلان وحي عرفها هيسكي ماتو لكن أذيك نيادة هكردقنين قصد هكردقنين قرآن كو وظيفة لغوشة قيستا ماءها سلدا فهم قرآن كو وظيفة الدنيا لغو راتسة ماءها وعبادة وين إلهي لغو دواده لكن عبادات كاسي وحي نفعي إيه كوي مادة أدوغون آذان قصد أولي أقصدني لما لا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم حجك لا إله آذان قنحسين أقصدان عبادان أقصدان ليدين دين باي قرآن كي إناد مد برطون نيادة أصل كي تهي إناد كو عبادة ستو بريد قرآن كد من وحي نعفي إلهي كاسي يؤاد ارتساق ستو لما تملها لكن محا لباتا لباتا وحا إناد وظيفة كرلغتو شغو آذان نيادة عبادة إيو حق إلهي منا إناهين تكليها هلستا وحيتا معلمين تعال ليه قرآن إذن أقولين ميله فرانينا قرآن كي وظيفة بسكر نغضي هدو وظيفة نغضينا ننكستا قلي كوا أيجي بقرآن كي أنسيح كريم بي ميله فران تاه والد كي مركة ميقانو دوكسي وامياشان لغفرها واكتن ندو وادري سوهو معلم في عانو قروح بضن باتشوغ علمي باللوغينا علمي مركة اللوغي معلم كان والد كان ميقانو معلم كان عرب كي مسوما سحية قرآن كان ميقانا ميقانا مياه دوكسي وامياشان كفرهما معلم كأساقون قرآن كسحين علم الدوكسي أفرتاي وخائن واي لأن وحوه شقه أوسن قرانين بوك شقه قلي هاول أوسن قرن ينو أقوان تيدا آلان أوسن لهاين بو شاكتاي عرورتي بو وقتي كلمييي أجورة وحو قادنا يا شقه أوسن قرن ينو أجورة كو قادنا يا انتاسو دم يدي مركو هربا لسكو هايستي قرآن كي أجورة ديسا يدو لسكو هايستي أياها دانا هداد سيفة سادس ويكاسي دارانتا معلمين تا مركو حان ليلا نكي قرآن كي يقانو قرآن كي داد كبر كي أن أقوننو هذا رطينا محل النقر تهرت صابره وعربك صوصحه وقرآن أدك تصابره سو عيب وين ما صدن يدور محلين انت امتحان لقى قاضو إن لقوايو حتى حال نينو عربك وصحية حفظ وركيس اسكبدا ورق دوكسي أفرينهن فساد باق علي مرك وانا أرماه أباهن إلا توسيو الله صحي أباهن ما هم علمين تورن ما لكن وحن كهاللي دتك قار كود بان كهاللي دتك قار كود وحن ليه هاي ماشاني ما أها يعني در لإيبنا يا ما أها فرمشي لقضا يا ما أها ماشاني وقران إله هوشا يدا معلمين كوحن ليه اسكتشرا معلمين توحا كلون ليه له حدين يدا أدها قاتش قرآن كدتك بريسان آتقانو وحاسة دحية المها جهدك لو باهن لو باهن يهي قلي وصدع عبنماء المها وقت أسي وحيا لها مشاقشه كامشقولين يا قرآن كبريدي سيسك إلالي المي با لغوسو حريي صبح دي با لغو كياني إلا قلبتي با تقعنتكو هايسي مدد انت عليك با لغو آميني وقت قودي با لغو آميني أدوغونا وحلقية با إنا دفير سنة يسوء حقاق آقا بشاكو صدعي معالي كيو إلميه أفر ديان إنو تليفون كو مشقولة سوشال ميريا هكو جيرو أو أمدك لتو لچات كرينا چاتين بوكو جيرا إلمان هورتي سفر فردية يا معالي كيو يا معالي كاس وخيانو وخيانو هذا دوني زانين أدوغاتان مثل هذا حكم كذا شرعا يتصير كذا شرعا معلنك هو أجير أجير وحل إذا هذا وإد شقل لو ديبتي إذا شقل لو ديبتينا وحو كقاذنا يحلال وحو أقول نقضا شقدي لو ديبتي سيدي لو ديبتينا وقبت
حدو شقدي سيدي لوغو هشيي او قبن وايه وحو قادنيا حرام بين نقنه marka wa masuuliyad xagga ilaahay wuxoogaaga yarka ah calafka ah xalaashada ayadoo markii horeba hadal ku jiray hadana hadaad gelisaan muxuu ahaay la laab gelisaan iskaalkeeda ilaahay waqtigaaga aad umada siisay ee muxuu ay kula heshiisay inaad ilmaha quraanka barto waxa iskale waqtiga isaga ah oo kala wareegay oo kula heshiyay dadkii waalidiinta xaruurta ku keensaday muddadaas ay koor joogan ilmaha ay ku xariisan yihiin juhdiga ugu badan iyo dadaalka ugu badan ee aad gelin karayso baa waajib kuga inaad geliso haddii aad gelin waydo markaasi wax weeye halkaasii waxba kaaga soo noqon doona aakhiri adduunba arinkaasi macallimiinay aadiyada looga xadaxdaro macallinku sharaf buu leeyahay qiimo buu leeyahay laakiin waa markuu ku taagan yahay dariiq saxda ku taagan yahay waa markuu isagiina wixii garanayo wuxuu barayna uu muxuu ahay dililaahi iyo daacad ka yahay si saxna ummada uu juhdiga iyo dadaalkii loo baahnaa gelinayo macallinkaasi waa macallin sharaf leh waana midka ilaahay agtiisa lagu amaanay nusuustana ay ku soo aroortay khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama laakiin macallin mudayica ama isaguba dayacan ama ilmihii dayacayaay kaasi wax weeyaan ma aha nusuustaasi kay sheegtay waa midka ay sheegtay xadiiska nabiga kale sallallahu alayhi wasallam naarta dadka ugu horeyn doona waa arrinka marka macallimiinta waxaan leeyahay dayac baa jira waxaan saa ugu adkaynayaa dayac baa jira haa miyaad aragtay ilmo intaas oo sano subax kasta kalahay subax kastuu kalahay oo waalidku muxuu ahay ay intay muxuu u cadayaan oo u labisaan oo kaxeeyaan oo meesha geeyaan oo intaas oo sano lagu soo xilxilinayaa haddana waxa weeye laba sano saddex sano kadib carabku ma saxsano qur-aan uu xifdiyay iska badaa war maxaad qabanaysa maxaad ummadda waqtiga uga lumisay maxaad ilmaha waqtiga uga lumisay maxaad yahaysay waxaad qaadanaysay maxaad ku qaadanaysay waxaasoo su-aala oo hadda aan ku weydiinaya waa su-aalaha ilaahay hortiisa ku yaala ya waa su-aalaha ilaahay hortiisa ku yaala haddaad aadamaha ka fakatana ilaahay baadan ka fakanayn macallim ow dadaal oo macallimiin ow dadaala oo qur-aankan khayr allah ina siiya aynu ku sharafta ku yeelanay oo aynu karaamada ku yeelanay ood sababta u tihiin oo dadaalkiisa haysaan ha la saxo oo muxuu ahaaye wixii ka dhidhiman ha la toostoosiyo ilaahay idin karaameeyo aadaw billahi tawfiiq waalidiinta waalidiinta waxaan dhihi lahaa ee muxuu ahaaye waajibka ina saaran ee inaga saaran qur-aanka inaga saaro waa kaan idiin sheegay innagana inaan baranno ilmahana inaynu barno macallimiinta qur-aanka inoo baranayana waa inaynu karaamayno oo aynu ikraamno oo aan sharafno wixii aan kula heshiinay oo ay qur-aanka ilmaha lagugu barahayey laalaab ha gelinin soomaalidii hore waxaan ka soo gaarnay dad qur-aanka aada u jecel bay ahaayeen wayna ka baqi jireen ilmo qur-aan loo baray inuu macallinka ishiisa soo fiiriso hadda laakiin yaafada joogtaa waxay tahay macallinkani sidiisaba noloshiisa dhan waxay ku tiirsan tahay waxoogaaga yararka ilmaha laga qaadqaado reer buu leeyahay ilmuu leeyahay duruuf buu leeyahay caafimaad buu leeyahay waxoogaagii waqtigiisii marka la gaadho waalidkii waaba laalaab buu gelayaaba qaar wayba la goosanayaanba qaar wayba la goosan oo macallinka wixiisi markaad la goosato soo ishiisii iyo kaa daba tegi mayso oo ilmahaagii adig ku geli mayso waxaan u baahannahay marka waalidka ilmaha waalidka ka dadaala ka dadaala macallimiinta ka dadaala ilmaha ka warhaya oo macallinka kala warhaya oo yuusan dhexda ka bixin sidoo kaleeto waalidka waxaa la doonayaa dugsiyada iyo goobaha qur-aanka lagu barto inaan karaamayno sharafno oo inu meesha ay yaalaan ka qaadno haddaa hadda u fiirsataan iskuulladu meeshay ku yaallaan iyo qur-aanka meesha lagu bartahay soo farqi weyn uma dhahayo bal u fiirsada iskuulladu waxay haystaan dhulal waaweyn waxay haystaan dhismayaal qurqurux badan waxay haystaan meelo ilmuhu ku ciyaaraan oo ku nafisaan ilmihii way jeclaanayaanba ilmaha yarkee guriga jooga marka la yidhaahdo dugsi baa lagu geynahayaa wuu ooyi marka la yidhaahdo iskuul baa lagu geynayaana waa farxayaa waaba labisanaya isagaa cadaynaya isagaa isdiyaarinahaya orodka buursada korkuu saaranaya lama qabanayo
دكسي بالوجين ملا يدي أسرق نمبر وجهي أسكله وحاسي ووحي نجا نجارك هو وحنو بعنا مركا إنا القرآن ككرامينه معلن كيس كرامينه قابط اللجو برنا يكرامينه ماشى كقادنه الحمد لله ملا يعني ملاها غوسي وتشكوه بلا عد مرتو أي دكسي بدن كويلا ما تام سما ملا حتى اسم الله قط على ما ملا بلا عد مرتا معلم كوتشين قد يركض صحيح ماشى صا علمي كوتشران نظافة ملا حتى مسقول في عنو قالن ملا وحاسي وحوي ودد الحمضة مركا إن لقى سارو وملا محوه هاي نظيف نظيف اللجيو ومحوه هاي علمي أوه لوبان أين أباهنا إن شاء الله تعالى المو هنا للتشعليسيو يعني وحو القرآن للتشعليسيو الدين للتشعليسيو لا بد أن نعمل لك التشعليسيو والد كنا وإنه التشعليسيو والما والد كو كأركو بابه يهو يدي إن القرآن كمناسين لكرامي لغو شرفو لغو أمانو لغو قدريو وأركو إن والد كو القرآن كتشعليه إسكولك الما قلبي يسمرك وحقاله يسا القرآن كافي عن إسكولك danka kalena goobaha ilmaha quraanka lagu barayo waa in ilmaha la jecelisiyo quraanka la jecelisiyo dibatooyinka ina haysatay kamid tahay macallimiinteena in badan oo kamida caruurta yaryarka qaabka loola dhaqmo ma yaqaanaan sideedaba tacliinta iyo tarbiyada iyo ilmaha si qalbigiisa loo kasbado waa wax jaamacada looga baxo anaga baadiyeheen iyo dhulki aan quraanka soo baranay macallinku ul waxaan ahayn ma yaqaan tarbiye wuxuu ka yaqaana ilmaha markuu gafo aan wax isdo mariyo inuu shaabug u qaato oo yaani waxa uu u shoo la dulfuulo tarbiyadii nooca ahayd ba macallimiin badan markaa wataan ilmihi markuu soo galo meesha ul baa laga daalay waa la xabsiini waa la irtixini meeshii markuu wuxuu leeyahay meeshii la isku dilay ya xagga iskuulka markuu tagana macallinkii waa la ciyaaray soo dhaweynaya wuxuu yarsiinaya uu sasabaya muxuu ahay marka waa waxii ilmo yar oo kala garanayna waxa adiga fahansan tahay xagee uu aadi marka waa gar marka markii la iskuul baa lagu geeynaa inuu farxo marka la yiraahdo quraan baa lagu geeynaa inuu naxo cararo marka macallimiinta qaabka aan ilmaha u kasbanaynana waa in wax laga bedelo somada garan waalidkuna inuu ilmaha tuso in quraanka iyo qadarka uu leeyahay iyo macallinka quraanka iyo sharfida quraanka iyo taasi waxay keenaysaa inay isbedesho يعني وحوي أركتذا هدا آه المه إلى القرآن كين وحوجا دبو أركان إسكول هذا إيو علوم تماد تجنا أي أيو أركان سو أركان إننا جينا جسعتا وحبذا إن الصحن ربنا بيدن الله تبارك وتعالى توفيق الله نوفقشيو إلهنا تبارك وتعالى خاتم ضاء ونكسنا ينقدلو خير الدنيا مذا أخنا الله نوفقشيو وحين خلدنا الله ينصحو حينوها جاتشيو وحين ينصح صن إله تبارك وتعالى ينصي هذه يهنا ينقصو إلهي تبارك وتعالى أهل القرآن الله ينقدقه قرآنك الله ينفهنسيه إلهي تبارك وتعالى برشدي سينوفضو ديه معلمين تقرآنك الليك يددك استوكو مشخوصا دين تبريد ديهدنا إلهي توفيق ده وافتشيه إلمه إنا قرآنك برانا ينا إلهي قرآنك وفضو ديه إنقبا إلهي تبارك وتعالى أهل القرآن الله ينقدقه إلهي نخاتمه ونكسن هينو قد ديلو لبدا رد بالله نقول لبانو هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.